بالشخص اللي بيستخدم مفردات من لغة تانية بحديثه. بحس نوع من أحيانا إنه أنا شايف حالي أو إنه هيك ما نوع الطبيعة. الأشخاص العفويين والبسيطين طبعا بيكونوا أحسن. أساس إنه هن عندهم ثقافة عالية كتير، بس بتجي بتسأليهم بنفس اللغة أو هيك ما بيعرفوا شيء، بس إنه هيك كم كلمة منه كم كلمة حافظين إنه ما يا إنه نحنا ياي. كتير شيء كويس وكتير شيء منيح، لأنه نحنا بحاجة إنه نطور حالنا. بأي لحظة ممكن نحنا نطلع على العالم اللي برا وممكن نسافر وكذا، فنحنا بحاجة هيك شيء. وبعدين شيء طبيعي لأنه نحنا بنتأثر بالأفلام والمسلسلات اللي عم نشوفها، بالحياة العامة بشكل عام. يعني ما بحب، أنا بفضل دائما الواحد يعني يستخدم مصطلحاته هو نفسه، ما يفوت مصطلحات تانية أو يشتغل شيء غير اختصاصه. يعني خلص هاي مصطلحاتنا نحنا بنحكي فيها نفسها. لا أنا ماني مع هالشغلة أبدا. لأنه في أحلى من اللغة العربية الصراحة، عرفتي كيف؟ ما في داعي نستخدم لغة تانية. طبيعي ممكن لتسلاي، ممكن هنن هيك، واحد ما فينه يقيم حدا من ورا لهجة أو من ورا حكي بيحكي، طبيعي الوضع. حلو كتير على فكرة أنه تكوني قاعدة أنت وشخص أنه ما تفهموا أنتوا اثنين بس تفهموا على بعض هيك بمصطلحات، حلو كتير هاي الشغلة. هلا هي شغلة كويسة، الواحد بيوسع معرفته وثقافته، مثلا يكون قاعد مع واحد من غير محافظة أو غير بلد، تعرف على لهجات أو كلمات، يعني شغلة حلوة.